مقياس معرفة الله. قال الإمام الحسين عليه السلام: يا أيها الناس، إن الله والله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته.